السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احتراماتنا للجميع. اليوم معكم أوام 651 مراكب في جيالو 2016 هذا رقم الماتريكي البرك تاع الكليون. هاك على بالكم احنا في ورشتنا جديدة خميس خشنا في السونتر شويه كتعرف مازلنا ما درناش لي بلاك هذوك اللي غطيو به الماتريكين، ما تلوموناش وسامحونا. على كل حال هذا السياره دقيقه نشوفوها شحال ماشيه، نديرو كونتاكت. يا ربي ماشيه 89000 جينيرالمون في هذا الكيلومتراج 50000 60000 70000 80000 وطلع هكا يصرى واحد البروبليم في لاشين حديد تاع الموتور لاشين ديستريبيسيون. دركا كي نوضوها صباح، شوف معايا مليحه، كي تنوضها صباح تسمع واحد الحس 5 10 ثواني 6 ثواني ثانيتين حاجه كيما هكا، سادي بو على حسب ما تكسلت فيه لاشين هذيك، ومن بعد يسكت هذاك الحس، انت تحس باللي المحرك راح يكولي. نوض الله يسرك خونا، اسمعوا مليح الحس اللي راح يديره الموتور، تقول عليه راح يكولي. ها ها يدير كالكو سكوند وبعد يروح الحس هذا، تتخلع تقول الموتور راح يكولي. هذه الحكايه وما فيها، تلقى لاشان تاع الحديد تكسلت شويه، والله تلقى ومن بعد مع الطوندير ثاني ساعات يفرغ شويه تبدا دير المشاكل هذيا. احنا درك واش راح نديرو، نرجعوا لكم ان شاء الله بعد ما نليو نركبوا في لاشين وتشوفونا زي ما ركبوها ونقعدوا مع بعضنا خطوه بخطوه حتى نكملوها ونعاودوا نوضوها ان شاء الله ويروح الحس بربي ان شاء الله. السلام عليكم. درك بعد ما ديمونطينا الكاش كلبيتر، هاوليك وين راح؟ هاو هنا. بعد ما ديمونطينا الكاش كلبيتر نحينا لي زانجيكتور، نحينا الانستالاسيون من الفوق. انا نوصيك بحاجه برك، وصلنا لي زانجيكتور هنا، هذا لي زانجيكتور اعطيني الله يسترك الذكير هذاك، اعطيني ديما. شوف لي زانجيكتور، احكم لي تشوف هكا، احكم لي هكا، احكم لي لانجيكتور، لانجيكتور خويا. انا نوصيكم برك كي تنحي لانجيكتور، شفت الفلتاج هذا مع تاع التويو تاعو مع الفلتاج يكون واحد الشظايع، يكون واحد لي بافير تاع الحديد، لي بافير تاع الحديد هذوكا كون نركبوا حنا لانجيكتور هذا مباشرة من بعد راح نلقاو فيه مشكلة وراح نلقاوه مبلوكي. يبقى قبل ما نركبوا لانجيكتور نعملوا هك، كاين شي ناس يضربوا بالكومبريسير هنا ديريكتومون، هنا قادر يصرى مشكل ويتلاح الكران الداخل ويعاود يحصل. حنا ماذا بينا نعملوا هكا، كش ما كاين دي بافير يتنحاو قبل ما نيطوايوه خلاص، ومن بعد بشويه تاع مازوت نشلو له راسه بشويه تاع مازوت حتى كي نضربوه بالريح ما احناش راح يصير لنا مشكل كبير. هذا النقطه فتنا منها نحي. دوكا نرجعوا هنا للسياره تاعنا، قلنا بعد ما ديمونطينا لها التاويل تاعها الكاش كريبيتير وكذا، هاي ليكم لاشين. لاشين راح نحيو لها واحد اللاكس صغير، اللاكس الصغير هذاك اللي يربط لاشين مع لاشين، ها يربط لاشين مع لاشين، يربط لاشين هنا مع لاشين الاخرى. احكم شو هكا دوكا نجيو هنا لاشين هاي، هنا عندنا هذه لاشين جديده تحط في بلاصتها. هنا هذه العمليه، احكم لي تشوف، حط لي هذه هيك الله يستر، اروحها دير اخويا دير اللي بالايجو ما قدرتش نهزها. هركب لي هذه هنا، هنا تركب في بلاصتها ومن بعد تدخل فورسي بلوتي اللي نخدموا به، ومن بعد لوتي واش عاود يعمل لها لي لاكس هذو، اللاكس هذا يتماطى. شوفوا هنا كيفاه راهو ماطي من عند الشركه الام، ها شو هنا كيفاه راهو ماطي. يبقى لي لاكس هذوما الزوز يعاودوا يتماطاو كيما كانت ماطي هذه، ولاشين تاعنا راكبه في بلاصتها بلا ما نديمونطيو الموتور. نتوكلوا على ربي، اول خطوه نبداو بها دوكا هاكي شو لاشين، لاشين نعاودوا نربطوها. هاو هاو لاكس، جيبوا جيبوا لاكس الاخرى، هذاك لاكس من هنا. ها نوصيكم برك عندك يطيح لكم، دير لنا هنا السحل اللي دير كتان هنا الله يستر، دير دير كتان داخل في لاكيلوس باه ما يتلحش، تخاف هذا يطيح لنا يتلح لنا الموتور لداخل ومن بعد نحصلوا فيه. لازم نعاودوا نفتحوا الموتور، احنا باش نهربوا من الريسك تاع نفتحوا الموتور ديما نخليو نديروا الامان لارواحنا. مليحه سيب، مليحه مليحه. هاك هذا
هذا درك نربطه به لاشين جديده باللاشين القديمه. حط ربطنا لاشين جديده باللاشين القديمه. درك العمليه هنا شو نديرو؟ شفت لاشين هذه لازم تكون عموديه وتكون يدك مسيريه هنا، هنا يدك عموديه ومسيريه، وما تجبدهاش هنا عليا، ما تجبدهاش هكا، كنت تجبدها هكا ولا حاجه واش راح يصرى؟ قادر هذا يطير لنا اللاكس اللي ركبناه حنا. حنا واش نديرو درك؟ اليد هذه لازم تكون مسيريه مليح، سيري مليح، سيري ايوه سيري. بيان، علاه تكون مسيريه مليح؟ باه ما نهربوا من المشكل تاع تكون مرخوفه تتلون لداخل ما بين لي بينيو، لا تلوات لداخل ما بين لي بينيو صرى المشكل كبير. هنا نشوفوا كاين دي بينيو هنا نخليهم ليبر، هذوم لي دو بينيو. خيام ليبر ايوب هذا ها نرخفوهم هنا يولي ليبر. كاينه نقطه برك مهمه نبين بها للبينيو هذايا، البينيو هذا الخوا الكرام المفتاح تاعو راهو يدور سونس كونترير، باه ما نغلطوش، باه ما نغلطوش، وهو على بالك ماهوش مرئي جاي بعيد، باش ما نزيروهش كيما عقارب الساعه، لا العكس عقارب الساعه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الاخرى كاين دي ريفيرونس هضر عليهم الكونستركتور في لي بينيو هذوك لازم يتبدلوا، هذم لي بينيو ظهروا من الريفيرونس ما يتبدلوش. كاينه حاجه خلاف شفنا عليها تعليقات في الفيديو السابق، يقولوا باللي الكليسير، الكليسير نطلع عليهم، عندنا الامكانيه كيفاش نطلع عليهم بالكاميرا ونشوفوهم اسكو ملاح ولا لا. السياره هذه ماشيه 89 الف، الكليسير راح نلقاوه ملاح بطبيعه الحال. في الحاله اللي نلقاو الكليسير ماشي ملاح لازم نفتحوا، لازم نهبطوا المحرك للارض. الكليسير ملاح ما نهبطوش المحرك، يعني راح نقولوا باللي هذه هي الطريقه الصحيحه والطريقه المليحه باش نبدلوا لاشين تاع المرسيدس او ام 651 بلا ما نحيوا المحرك للارض. باه تنحي المحرك للارض جغبيل كبير، نحي المحرك، نحي تهبطوا للارض خدمه تاع نهارين وعاود ركب المحرك، راح تكلف بزاف المولاه، راح تفوت له 100,000 دينار جزائري، يعني تفوت له 10 ملايين وتفوت 10 ملايين وكذا. يبقى احنا باش تنقصنا تكاليف الزبون وباه ما نديمونطيش بزاف في السياره راح نخدموا بالطريقه هذه. النقطه المواليه درك اللي نخدموا بها واللي هي المهمه، ندوروا لابولي تاع الفيلبروكا هنا. كي ندوروا لابولي تاع الفيلبروكا معلوم راح تدور لنا لاشير من هنا. دور تشوف هاك، شوف هو يدور من هنا ولاشان راهي تدور، يعني القديمه راهي تخرج وجديده تدخل تحكم بلاصتها. دور دور دور، اجبد اجبد مليح، لا ما يهمناش هذا يجبد، هذا ما يهمناش، اليد اليسرى هذه لاشان اللي تخرج القديمه ما يهمناش اجبد، احنا الشيء اللي يهمنا اللي راهي تدخل. اجبد اجبد مليح، سيري مليح ايوب، سيري سيري سيري، دور دور. هنا اللي زر بركان في الفيديو السابق اللي عملناه العام اللي فات، لي زر بركام هنايا نحيناه. في العمليه هذه اليوم مش راح نحيو لي زر بركام، عندنا لي بوسوار تاعها راهم يخدموا سوبل، ميم يوصل البيستون للسوبابا مش راح يفسدها. وفي التعليقات ان شاء الله ما تقولوش راح يفسد السوبابا خاطر كش نخدموا فيها ديما هكا. دور هو يدور من هنايا هاك، شوف هو يدور والقديمه تخرج، هاي القديمه قاعده تخرج، جديده قاعده ترومبلاسيها. دور 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 في الوام 651 هذا البيستون ما لحقش على السوبابا، هاك تشوفوا فيها هاو يدور ليبر، كون البيستون لحق على السوبابا، كل البيستون لحق على السوبابا كون راهي بلوكات يده هنا ما حبش تدور. خلاص وصلت لها مزال، دور دور مزال قديمه، هاي خمسخه ها. دور 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 زيده، سير يدك منيح ايوب، ها فوالا هاي وصلت لنا، هاو الروبا اللي كنا حاكمين بها، هذه اللي كنا حاكمين بها. دور سيبو حبس درك نحيو، عندك اللاكسة، عندك اللاكس، شد شد اللاكس عندك يطيح لك، دير لك التانل تحت مريقلة، ما شاء الله برافو. هنا درك نعاودو نلصقو لاشان في بعضهم، درك نحيو الطوندير، نحي الطوندير درك باه توصل لك لبعضها. راه نحينا الطوندير، نحيو الطوندير بشويه، نديرو بوز باش ما يجيكمش الفيديو طويل حتى نحيو الطوندير. هذا الطوندير يتعمر بالزيت، هاي نتوكل على ربي دركا، نجيبو لوتي ونقفلو لاشين في بعضها. دركا نجيبو هنا اللوتي، شوف لوتي عندنا هذا، احكم تشوفك كملي هكا، هذوما نقلبوهم كي نعودو نحيو فيها، هذا يكون في الجهه هذه
والاخر في الاخرى وكان نقلبوهم. راه نديرو بوز كالعاده باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كنخدموا باللي بلان باش صح 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 انا غلطت هنايا قبيل كنا نخدموا بالمثقوبين. راه كنا نخدموا بهذا هنا يجيو مثقوبين باه كي نحطوا السنس لهنا كي نحطوا السنس لا ونضربوا بالعكس ونسيريو البولون هذا نسيريوه يولي هو يدخل ويخرج لنا واللاكس تاع البوانتو تاعنا يخرج لنا اللاكس هذاك. دركا نعاودوا العمل نحيو هذوما ونحطوا المقفولين. علاه نحطوا المقفول؟ باه يعطينا اللاكس هذا تاع لاشا. راه هيا دير شوف. بالمناسبه نغتنم الفرصه انا كاين شي ناس يقول لك ام ديغليسار ثاني وكاين 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 يقول لك كيفاه عرفتها لاشين هذه طوالت ولا لا. انا نقول لكم بلي لاشين طوالت. احكي مني تشوف. الله يسترك. راه راه دير صور صور هذه اسمح لي هذه لاشين تاعنا. هو حاكم من هنا وانا حاكم من هناك. تشوف ها انا نحي يدي راه شوفوا لاشين. شوف لاشين كيفاه مدايره قوس عم دايره قنطر دايره با هاك. كون كي تعود لاشين مليحه تعود لاشين مليحه ماهيش طويله تلقاها تجي تقريب قد قد. علاه هذوما لي لاكس هذوما اللي هنا اسمح لي تشوف باش تبانوا ليه ندير الفوكيس هذا يهبلنا. المهم لي لاكس هذوما اللي هنا لي لاكس هذوما ولي باك هذوما يعراضوا. كي يعراضوا تولي لاشين طويله. كي يعودوا عراض معلوم راح تكون لاشين دير لنا هذاك القوس. درك نعاودوا نركبوا. هاي هاي يا عمي هنا حطنا هنا درك نركبوا لوتي باش يعطينا اللاكس اللي حكينا عليه قبيل. هو يسيري واللاكس يتماطى. هو يسيري واللاكس يتماطى. واش راح نقول لكم خاوتنا؟ نطلب منكم طلب صغير. الجام تاعكم راهو يطلع لنا المورال. نعرفوا باللي راهي فئه كبيره استفادت من هذه العمليه. واش راح نقول لكم؟ بارك الله فيكم ونسعى نحو الافضل دائما. اللي ما يغلطش غير اللي ما يخدمش. يعني نحاولوا ديما نحسنوا من الخدمات تاعنا على قد ما نقدروا. بارك الله فيكم على كل هذا التفاعل وما ننساش الخير اللي درتوه فينا ودعمتونا بزاف بالجام تاعكم. وبارك الله فيكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح نرجع لكم إن شاء الله غدوة. والله حاجة كيما هكا كنا درك على بالك حنا راه له الليل. حنا درك راني سهرين معاها رمضان. هاك شوفوا واش راح نقول لكم. نرجع لكم إن شاء الله بعد ما نوضوا السيارة ونجيبوا شان خلاف تحديد ونحط لكم بجديدة بالقديمة وتشوفوا كيفاه جديدة ماهيش مقوسة قدر ما راهي مقوسة القديمة. هيا تهلاوا لي في أرواحكم وصحيتوا.